هيا لا تتردد يا دحبور، عليك أن تتعلم المشي على الجليد بسرعة. هيا أحسن، هاقد نجحت أيها الصغير. هيا هذه مرحلة. هيا يتعلم المشي بصعوبة، ماذا نفعل؟ أعلم أن مهمتنا شاقة منذ البداية، سننشغل عن باقي أعمالنا خلال هذه المدة. هيا عودوا إلى العمل. أيها القائد، وصل مبعوث وادي البلابل. دعه يدخل. حاضر. هيا خذا قسطا من الراحة. لم أستقبل أحدا من قبل، ماذا علي أن أفعل؟ فليتفضل المبعوث. انظر ماذا هناك؟ انظر إلى صناديق الجواهر يا كركر. جواهر. أيها القائد، أنقل لكم تحية قائد وادي البلابل، أرجو أن تقبلوا هديتنا عربون صداقة دائمة. تقدم. نريد رؤية الكنز. أرجو أن تقبل هديتنا المتواضعة. إياكم أن تسقط أرضا. سأحتفظ بهذه الجوهرة. سأخذها. انظر إلى هذه يا كركر، انظر. انظر ما أجملها، انظر أترى. إنها فعلا رائعة. اسكت. تأسفون على هذا الاستقبال، يتصرف الصغار عادة بعفوية. لا تعتذري، فأنا أقدر ما يحدث حولنا تماما. هذا أمر طبيعي. حاولت إيقاظهم لكنني لم أستطع. ليس هناك من يستطيع منع الصغار من ممارسة لهوهم. إنهما لا يستمعان إلى تعليماتي على الإطلاق. انتهى الأمر الآن، أرجو أن تبلغ قائد وادي البلابل شكري وامتناني. سأنقل ذلك إن شاء الله، ولكن انظر ما رأيك بها؟ هل
هل تسمح لي بطرح سؤال واحد أيها المبعوث؟ ها؟ أين عثرتم على هذه الجواهر الثمينة؟ أرض صيدنا غنية بالجواهر الثمينة. حقا؟ ولكن أين هي بالضبط؟ أنا لا أعلم. عذرا يا ضيفنا، كركر وفرفر دائما يبحثان عن الكنز. فهمت الآن، حان وقت رحيلي، لا ينبغي أن أتأخر. سأحدث قائدي عن حسن استقبالكم لي. في أمان الله. لا تنسى الكنز. سأكون مستعدا لزيارة وادي البلابل في المستقبل إن شاء الله. حسنا، بلغ تحياتي إلى قائد وادي البلابل. في أمان الله. يا مبعوث، أرجو أن تبلغني عن مكان الجواهر إذا تكرمت. يؤثر على الجواهر في كهوف جليدية تشبه كهفكم هذا. هكذا إذن. نعم، هذا كل ما أعرفه عن الجواهر الثمينة. ألا تملك المزيد من المعلومات؟ هذا كل ما أعرفه. ابحثا في هذا المكان جيدا، فلربما عثرتما على كنز. هنا؟ نعم، أظن أن هذا الكهف يخبئ بين ثناياه كمية كبيرة من الجواهر الثمينة. هل أنت متأكد؟ ماذا علينا أن نفعل؟ يحتاج الأمر إلى المزيد من العزيمة والصبر. المعذرة، فقد حان وقت رحيلي. بارك الله فيك أيها المبعوث، في أمان الله. اسمعني، تذكر ما قاله جيدا، يحتاج الأمر إلى المزيد من العزيمة والصبر، فلا يمكن أن نحصل على الكنز من دون تام. بالتأكيد، فلن تسحب الجواهر من تلقاء نفسها، لابد من تكثيف عمليات البحث. أعتقد أننا على مقربة من الهدف الذي نبحث عنه، هيا بنا. هل سنغدو أخيرا بعد طول انتظار من الأثرياء الذين يملكون أموالا طائلة كثيرة جدا؟ إن شاء الله، لن يبقى الحلم حلما طيلة حياتنا. إذا متى سنبدأ في العمل؟ في الحال، في الحال يا كركر، المهم أن تبقى على إصرارك هذا حتى النهاية. انظر، وصلنا إلى بوابة الكنز. انظر، وصلنا إلى بوابة الكنز. أشعر بالحر. وقعت. هل أمسك بيدك أيضا؟ لا، لن أتألم ثانية حتى لو وقعت. هيا بنا. جيد، هيا اتبعني. ما بك؟ أرى أن هذا الممر يضيق شيئا فشيئا. تشجع، تعال، هيا. قد لا أستطيع اللحاق بك، فأنا أضخم منك. هيا، حاول أن تدخل رأسك أولا ثم جسدك. هيا. لماذا ورطتني بخوض هذه المغامرة الخطيرة يا صديقي؟ هذه هي نتيجة أكلك الكثير. كركر، حاول أن تقلص معدتك هكذا. يبدو أن البحث عن الكنوز أمر متعب جدا. دحبور، ترى أين كركر وفرفر؟
يفترض الآن أنهما يبحثان عن الكنز، يحاولان منذ زمن العثور على كنز ولكن دون فائدة. أعتقد أنهما لن يعثرا على شيء في هذه المنطقة. أنت محق. يبدو أنك تنتظر أحدا هذا اليوم. علمت أن مبعوث وادي الأزهار سيصل إلينا هذا اليوم. اذهب. هيا يا سكر خذهما. كفى هيا. وصل مبعوث قائد وادي الأزهار. لقد أصبحنا من كبار الأثرياء. إنه لنا، لنا وحدنا يا كركر. أخيرا حصلنا على الكنز الذي بحثنا عنه طويلا. افرح يا صديقي يا كركر، افرح افرح. الحمد لله. أنا فرحان، أنا فرحان. لقد تحول الحلم إلى حقيقة. انظر يا كركر، إن الكنوز والمجوهرات تحيط بنا في كل مكان. انظر وتمتع يا كركر. ترى ماذا سنفعل بهذه الثروة التي يعجز اللسان عن وصفها؟ سأشتري ثيابا جديدة. وأنا أيضا. الحمد لله. أرجو أن تقبل هذه الهدية. شكرا لك أيها المبعوث. أصبحنا من الأغنياء يا سيمبا، وقد عثرنا على كنز ضخم جدا. هناك الكثير من مختلف أنواع الجواهر، إنها متعددة الأشكال والألوان. إياكم أن يقترب أحد منهما، إنهما صديقي. ليتكم شاهدتم ما شاهدناه. الحمد لله عادا أخيرا. السلام عليكم، في أمان الله. نجونا بفضل الله تعالى. الحمد لله نجونا، الحمد لله. تمسكنا بقطعة من الجليد وطفونا عليها ثم جرفنا التيار إلى هنا. نحن مستعدان أن تشاركونا بكنزنا، لكن بشرط أن تساعدونا على نقله إلى هنا. علينا نسرع وإلا ضاع الكنز من أيدينا. هيا سنقدم لكم بعض الهدايا على أن تساعدونا. ها قد أصبح الكنز في مكان آمن، لن تضيع منه جوهرة واحدة، المكان آمن. هل تعتقد أنك حارس جيد؟ هيا استعد. استعداد، واحد اثنان. لم أكن أتوقع أن نحصل على كنزنا بمكان كهذا بمثل هذه السرعة أيضا. المهم أننا حصلنا على الكنز بغض النظر عن توقعاتك يا صديقي. كنت دائما تتوقع أقصى ذلك بالضبط.
صحيح، كان عليك أن تصدقني منذ البداية، لكنني صدقتك في النهاية. نستطيع البحث عن كنوز أخرى. هذه فكرة رائعة. أسمعك. لن يكفى عن البحث حتى لو حصل على كنز جديد، إذ ليس لديهما هدف آخر. أنت جاهز؟ أنا جاهز. وأخيرا تحقق حلم كركر وفرفر في الحصول على كنز، لكنهما لم يشعرا حتى الآن بأهمية الصداقة التي تربطهما بسيمبا، ولم يدركا أن الكنز الحقيقي هو حب الأصدقاء لهما. في أمان الله.